كشفت وثائق تتعلق بالتحقيقات في قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهيمي عن لاعب حركة النهضة الإخوانية وتنظيم الإخوان الإرهابي دورا في سلسلة من الاغتيالات السياسية في تونس. المزيد في التقرير التالي. يوما بعد يوم تتكشف علاقة تنظيم الإخوان الإرهابي بالتنظيمات الإرهابية في مختلف دول العالم. ففي تونس كشفت وثائق سربتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي دورا بارزا لتنظيم الإخوان بمصر في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية المتهمة بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013. والوثائق التي نشرتها الهيئة عبارة عن مراسلات إلكترونية بين قيادات من تنظيم الإخوان في مصر والمتهم بقيادة الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خضر، كما كشفت عن قوة التنسيق والارتباط بين تنظيم الإخوان وحركة النهضة. وضمت الوثائق أيضا معلومات حول إشراف بعض قيادات الإخوان بمصر على دورة للاستخبارات التونسية واستقبالهم من قبل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كما أوضحت تورط التنظيم الإرهابي في مصر وتونس في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم بتونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر عام 2012 لاختراق جهاز الداخلية التونسي في 2012 وضرب الأحزاب اليسارية في تونس. ويأتي هذا التسريب على وقع الأزمة التي شهدتها تونس بين المحامين والقضاء على خلفية مشاحنات تجددت يوم 19 من سبتمبر بالمحكمة الابتدائية بعد دخول عدد من المحامين من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن بالعيد والبراهمي في اعتصام مفتوح بمكتب المدعي العام مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف بالجهاز السري للنهضة إلى قاضي التحقيقات.